Bonjour tout le monde, شراكم. J'espère que vous allez bien. انا اليوم عليتكم بأون بتيت روسيت سهلة مهلة واحد يبدل بها شوية اللي هي البطاطا مع لاكورجيت في الفوق. بيان سور تقدروا ديروا زروديه، تقدروا ديروا يعني نيمبورت كان ليغوم تحبوه. المهم انا جيت نوريكم على دو صوص، هادوما اللي راكم تشوفوا فيهم واش نحكي لكم، روعه روعه. الوغ اول حاجه واش نسحقوا، نسحقوا بيان سور البطاطا والقرعه. لا كونتيتي تتبدل على حساب فوالا شحال راكم في الدار. عندكم لي زيبيس، لي زيبيس عندنا فلفل العكري، عندنا جوم وحده جومبو بولي وفلفل الكحل وشويه تاع كركم وثلاثه سنينات ثوم وبيان سور زعتر ولا زعتر على بالكم دائما تتلف لي. المهم راكم شفتوه. عندكم نص كاس تاع الزيت، بيان سور الزيت تاني انا عمرت نص كاس ونشوف نفرغ ونشوف اسكو نسحق نص كاس ولا اكثر ولا اقل. فوالا الوغ هنا هادو العفايس تاع عينك ميزانك. المهم هنايا نحكموا لا بلونش تاعنا ونقطعوا البطاطا تاعنا كيفاه. شوفوا هنايا اذا كانت البطاطا كبيره بزاف، شوفوا كيفاش راني نقطع انايا هكذا، نقطعها خشينه مقطوعاش كيما لي فخيت رقيقه، ونقسمها على ثلاثة كيما راكم رايحين تشوفوا هنايا. فوالا نقسمها غير على ثلاثة، وبيان سور اذا كانت البطاطا كبيره بزاف نقسمها على أربعة. المهم ما ديروها خشينه، ما ديروها رقيقه، ديروها نورمال يعني موين. فوالا هادي هي نكمل نقطع البطاطا تاعي، ولا كورجيت تاعي تاني نقسمها على زوج. تو دي بون يعني اذا لا كورجيت كانت صغيره سمينه رقيقه كما تعرفوا. المهم نقطعوها بشغل بأون فورم يعني موين. فوالا الوغ بيان سور دوك راني حنبريباري لا ماريناد ديالي، راني حنخلط كامل لي زانغغيديون كيف كيف. نربي برك هذاك الثوم، هذا ما كان. لازم تعرفوا باللي اذا حبيتوا ديروا البطاطا تاعكم حاره ولا ديروا لها فلفل العكري حار. انا ما درتهمش حارين، مي فوالا لي زيبيس تقدروا ديروا واش حبيتوا. تاني هذه ما نسيت ما قلتها لكمش، انا وريت لكم واش درت انا يعني، مي فوالا كل واحد والكو ديالو. الوغ هنايا واش راني حندير، حنشمخ كامل البطاطا ديالي، هذا هو لو بوت تاعي، رايح نشمخ كامل هذيك البطاطا ونزيد نشمخ كامل هذيك لاكورجيت. هذا ما كان، شوفوا سهله مهله ما فيهاش كامل خدمه كبيره. ونكون شعلت هنا الفوق تاعي على 220، شوفوا بين 200 درجة حتى 240 درجة، شعلوه في الوسط فوالا 220 درجة. لازم فريمون الفوق تاعكم يكون سخون ويطيبو تم تم، تعرفوا شنو يطيبو تم تم جو اون 10 مينوت فوالا، جو عسوهم ماشي تروحو تخلوهم فوالا.
الوغ فو تعرفوا تاني باللي كي تصفوهم ما ديروش وحده فوق وحده، ولازم فريمون تحطوهم ماشي وحده فوق وحده، يعني ما هكا كيما راهم مستفين، فوالا فريمون تحطوهم في بلا واسع وتصفوهم كامل كيما راني ندير هكذايا، ما ترموش يعني وحده فوق وحده ايتو. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، قلت لكم الفوق تاعكم لازم يكون فريمون سخون، ونديرهم يطيبوا ونعسهم بين 10 مينوت 12 مينوت هكاك يطيبوا لنا. فوالا هذا مكان. الوغ دوكا ندوزو لا بخومييغ صوص تاعنا، نسحقو فيها سنينه تاع توم صغيره رابيتها مع مغرفه تاع مايونيز. فوالا كيما راكم تشوفو هادي لاصوص بزاف هايله حاره، وبالتانيك عندكم تسحقو الهريسه، انا استعملت هاد الهريسه اللي راكم تشوفو فيها. هذا ما كان، واش راني حندير نخلطهم كامل ونفتحهم بشويه تاع ما، هذا ما كان يعني نفتحهم بشويه تاع ما، واحد زوج مغارف تاع ما هكذاك. فوالا نفتح لاصوص تاعي باش نجريها شويه، سي تو. دوكا ندوزو لاصوص تاعنا الدوزيام اللي نسحقو فيها مايونيز، وحده فخوماج كما راكم تشوفو، ونعناع يابس هكذا، وعندكم سنينه توم صغيره، ونسحقو ثاني ياوت ناتور اللي ما كانش عندي حتى لافان كاع، كي جا راجلي جابلي. فوالا نسحقو زوج مغارف تاع ياوت ناتور. هنايا واش راني حندير، ندير مغرفه مايونيز، نزيد الحبه فرماج هذيك، ونزيد النعناع اليابس، ونخلطهم، نزيد لهم ثاني زوج مغارف تاع ما باش نفتح هذيك لاصوص تاعي، ومن بعدها نزيد لهم ياوت ناتور. الوغ هنايا تقدروا تقولوا درت زوج مغارف كبار تاع ياوت ناتور، ودرت شويه ملح بيان سور. دوقوا نتوما، دوقوا لاصوص تاعكم اذا خصها الملح ولا هكذا. المهم هاي ليك لي دو صوص تاعي بزاف هايلين، باسكو جو كي تاكلوا هذه تحسوا بلا فريشور، وكي تاكلوا هذيك الاخرى تحسوا بالسخانه جو حاره. فوالا هذه هي جو سي تري تري بون كومبينيزون. دوكا راني حنخرج البطاطا ديالي اللي طابت لي كيما راكم تشوفوا، هاي ليك طابت، الله الله تحمرت، بالك وتنساوها. انا قلت لكم انا قريب حرقتها باسكو نسيتها، زيغ بالك وتنساوها نتوما، وما تنساوش تحمروها من الفوق تاني. انا نقول لكم جيسبر كو عجبتكم هاد لا فيديو، اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي ان كومونتير، واللي ماهيش ابوني تابوني لتحت، يعني تشترك لتحت في القناه. هكذا نقول لكم ابقوا على خير، وتهلاو في روحكم، وشهيدكم في الجنه، وماذا بيا تبعتوا لي كامل لي غوتور تاعكم سيغ انستغرام.